سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. هنعمل مع بعض الحمام وهنعمل المندي، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. بصوا هوريكم كمان سلكت الحمام ازاي عشان يتحشى من جوه الجلد. هنعمله النهارده بتتبيله حلوه. هتجربي الخلطه بتاعه الحمام دي، مش هتبطلي تعملي حته سمنه بلدي كده حلوه اهو. معايا هنا بقى بصلايه كده كبيره وسط، هنزل بيها كده. بصوا بقى الحمام انا بعمل فيه ايه، بغسله كويس قوي وباجي كده بصبعي كده من جوه واسلك، واسلك كده الجلد عن اللحم. شايفين كل ده بقى بيتحشى رز، فليك، اي حاجه اللي انت عايزاه. انا النهارده هعمل رز. انا اول مره اعمل معاكم الحمام في القناه، جربوه بالطريقه دي هتعجبكم قوي. هنعمل بقى كده شويه سمبوسه وفراخ المندي بالرز البسمتي، حاجات كده جميله كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناه. فراخ المندي هحطها في فرق الاي، تدبل كده البصلايه، محضره هنا الكبد والقوانص بتوع الحمام. انزل بالقوانص الاول واديها تشويح، انزل كده بالقوانص. اديها تشويحه كده لان القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبد. نزلت كده بالكبد اهي زي ما انتم شايفين، اديها برضو كده تشويحه مع البصل والقوانص. ننزل بقى كده بشويه بهارات، شويه كده من بهارات الفراخ، وسط الطيب، باربيكيا، سنه كده من القرفه، فلفل اسود، شويه من الكمون، شويه كده من السبع بهارات. معايا هنا ورق لورا وحبهان. اقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، وانزل بقى كده بالرز. معايا هنا انا غسل هنا كوبايه الرز، انزل بيهم كده. اقلب كده كل الحاجات الجميله دي كده مع بعض. معايا كده معلقتين صويا صوص، دول كوبايتين رز. حط كوبايه ميه واحده عشان عايزاه نص سوا، مش عايزاه مستوي كامل. حط له الملح واسيبه بقى على نار واطيه خالص، وبعد كده نرجع نحشي مع بعض. بصوا حبايبي شكل الرز، شايفين الجمال؟ عقبال كده بقى ما يعني يستوى معايا شويه هعمل المندي. تعالى نشوف بقى نعمل المندي ازاي. صينيه اهي، انزل كده بالرز البسمتي بتاعي. حطيلي لايك كده حلو منك، واللي اول مره يشوفني يخش ويشترك في القناه ويفعل الجرس عشان اي فيديو انا بعمله تشوفوا كل حاجه انا بعملها على طول، توصل لكم على طول. انزل بقى ايه على الرز ده، لورا، عود قرفه، حبهان، ليمون مجفف، بهاراتي ايه بقى، شويه فلفل اسود كده، حته زيت ده كده على شويه زيت اهو شكل ده كده، شويه زيت عشان يبقى الرز ايه مفلفل معايا كده، وقرفه. معايا بقى هنا ميه سخنه، انزل كده بالميه السخنه بتاعتي دي على الرز. حط له بقى كده الملح بتاعه، وانا اصلا كنت مدبله الفراخ من قبلها لان انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. حطها لكم في حرف الاي، خشوا وشوفوا تتبيله الفراخ ازاي. هنحشي الحمام بقى، هوريكم واحده كده انا بحشيها ازاي. بسم الله.
بس لما تيجي تحشيه ما تكبسوش قوي عشان ما يفرقعش منه. امسك بقى كده عند الزور احشي كده، برضو مملهوش قوي عشان ما يفرقعش. ماشي كده جوه الصدر اهو. شايفين؟ شكل الحمامة بتاعتي اهي. هكمل بقى حشو كل الحمام بتاعي بنفس الطريقة كده وارجع لكم تاني واحنا بنسلقه. اسلق بقى الحمام وهوريكم ازاي طريقة ما تخليش الحمام يفرقع مني، بشوكة او بخلة كده نغازين الظهر عشان بس ما يفرقعش مني. بسم الله هعمل كله كده بنفس الطريقة واسيبه بقى يتسلق وارجع لكم تاني واحنا بنحمره مع بعض. هبتدي بقى احمر السمبوسة وبعد كده نحمر الحمام. وبكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. عملنا الفطار بتاعنا الجميل النهارده الحمام بالطريقه اللي انا وريتها لكم، جربوه هيعجبكم قوي ومش هيفرقع منك خالص. وعملنا المندي برده انا عاملاه قبل كده في فيديو معاكم، وعملت برده سمبوسه جنب الاكل وشويه طحينه كده وشويه مخلل، حاجه كده في منتهى الجمال. سفره هتشرفكم قدام ضيوفكم، حاجه كده في منتهى الجمال. ما تنسونيش بقى كده في لايك حلو لو عجبكم الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان اي فيديو انا بعمله يوصل لكم على طول. وبالف هنا وشفا واشوفكم باذن الله في فيديو جديد في رعايه الله.